متابعينا متابعي طقس العرب في السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم هذه النشرة الجوية التي تبدأ بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال فترة السحور، حيث يسود الطقس غالبا غائم مع فرصة ضعيفة لهطول بعض زخات الأمطار الخفيفة جدا والمتفرقة والعشوائية. 27 درجة مئوية متوقعة، الملموسة 25، الرطوبة 30%، والرياح تكون معتدلة السرعة. ننتقل الآن للتوقعات الجوية لباقي مناطق المملكة اليوم غد الثلاثاء. نبدأ بالمنطقة الشمالية، سكاكا 34 إلى 20 مع طقس صافي، عرعر 33 إلى 19، أما تبوك 36 إلى 23. المنطقة الغربية طقس حار بشكل لافت في المدينة المنورة 42 إلى 30، مكة المكرمة 42 إلى 31، مدينة جدة 37 إلى 29، أما الطائف فرصة لزخات رعدية من الأمطار خفيفة الشدة بالمجمل 30 إلى 22. المنطقة الجنوبية الغربية قد تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي وتتكاثر الغيوم الركامية خلال فترة الظهيرة والعصر، لكن تكون خفيفة وضعيفة الشدة بالمجمل. الباحة فرصة لزخات خفيفة رعدية من الأمطار 28 إلى 22، نفس الشيء في أبها 30 إلى 19، أما جازان 36 إلى 32. المنطقة الشرقية غبار خفيف في الدمام 35 إلى 27، حفر الباطن 35 إلى 23، الإحساء 37 إلى 24. بالنسبة للمنطقة الوسطى طقس مستقر بشكل عام، الرياض تسجل 37 إلى 25، بريدة 38 إلى 24، أما حائل 34 إلى 21. إلى اللقاء.